تفضلوا. أنا بودي كل واحد يقرأ التعهد لوحده. تفضل أبونا ساوفيلوس. أنا الضعيف غير المستحق المدعو بنعمة الله لعمل الأسقفية الجليل، أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة ورأس الكنيسة غير المنظور، وأمام مذبحه المقدس، وأمام أبي صاحب القداسة البابا تودروس الثاني، وأمام آباء المطارنة والأساقفة وباقي أعضاء المجمع المقدس، وأمام الإكليروس وكل الشعب، بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة التي وضعها الآباء الرسل الأطهار، والتي وضعتها المجامع المسكونية الثلاثة المنعقدة في نيقيا والقسطنطينية وأفسس، وكذلك القوانين التي اعتمدتها الكنيسة للمجامع الإقليمية والآباء الكبار معلمي الكنيسة. كما أتعهد بأن أنشر الكرازة بالإنجيل على قدر طاقتي، وأتعهد أيضاً أن أحافظ على تقاليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وطقوسها وتعاليمها، وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب الإيمان السليم وقيادته في حياة القداسة والبر، وأحاول أن أكون أنا نفسي قدوة له في كل عمل صالح. وأتعهد بأن أحب الرعية وأعاملها بالرفق والحكمة، ولا تكون لي منها جماعة مختارة، بل أهتم بالكل ولا أحكم على أحد بالسماع أو في غضب، وإنما أعطيه فرصة للدفاع عن نفسه. وأتعهد بأن أستمر في حياة الزهد التي نظرت لها نفسي، ولا أعتبر مال الكنيسة كأنه مال خاص بي، وأتعهد بأن أخضع لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة البابا البطريرك وفي المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، وأطلب من الرب أن يهبني قوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة، وأرعى بكل حرص هذه الرعية التي من يدي سيطلب الله دمها. صلوا عني يا أبائي وإخوتي القديسين، هامطني لكم جميعاً.